في هذه الحلقة سنراجع حركات الدان الرابع من لعبة الرمح مع المعلم إخوان. دفع الرمح مع انسحاب القدمين. اسحب القدم اليسرى إلى الوراء وادفع الرمح إلى الأمام، ثم أرجع القدم اليمنى وفي الوقت نفسه ارفع الرمح فوق الرأس. إن حركة دفع الرمح هي حركة هجومية تهدف إلى مهاجمة الجزء الأسفل من الجسم أو ما فوق الكتفين لإزاحة العوائق. الشق بوقفة دين. تقدم خطوة بالقدم اليسرى، ثم ضع رأس القدم اليمنى بجانب القدم اليسرى، وفي الوقت نفسه قم بشق الرمح. حسنا، مرة أخرى. علينا أن نتمرن على الشق بقوة حتى تصل قوة الجسم إلى رأس الرمح. الشق بالوقفة الفارغة. تقدم بالقدم اليمنى إلى الأمام واقفز إلى الناحية اليمنى في الوقت نفسه، ثم شق الرمح إلى الأسفل لتشكيل الشق بالوقفة الفارغة. مرة أخرى. عندما نشق الرمح في هذه الحركة يجب أن يكون كف اليد اليسرى متجها نحو الأعلى. فتح الرمح برفع الركبة. استدر إلى اليسار وافتح الذراعين، ثم ارفع الركبة لتقف على الرجل الواحدة. حسنا، سأقوم بها مرة أخرى. علينا أن نحافظ على توازن الجسم عندما نقف على الرجل الواحدة. الطعن إلى الأسفل بوقفة القفز. تقدم خطوة بالقدم اليسرى، ثم بالقدم اليمنى وافتح الرمح، ثم خطوة أخرى بالقدم اليسرى، ثم اقفز واستدر وطعن في الوقت نفسه. عند الطعن علينا أن ندفع الركبة باتجاه الصدر بكل طاقتنا من أجل الحفاظ على توازن الجسم. عندما نقوم بالشق بوقفة دين علينا أن نمد الذراع اليسرى ونحنيها قليلا فقط. الطعن إلى الأسفل بوقفة القفز هي حركة هامة وتهدف إلى مهاجمة الخصم بشكل مفاجئ. علينا أن نحافظ على توازن الجسم وتناسق حركات القدمين مع حركات اليدين. بالإضافة إلى التمرن بالرمح، يمكن للاعب أن يتمرن على هذه الحركات باستخدام الأسلحة الأخرى مثل السيف الكبير أو السيفين أو النينشاكو أو الأسلحة الأخرى. وعند التمرن على الحركة علينا أن نتوخى الحذر وأن نتبع تدابير السلامة لتجنب وقوع أي حوادث. Thank you.
تحريك الرمح فوق الرأس بانسحاب القدم. اسحب القدم اليسرى وامسك المقبضة وأرجع القدم اليمنى، ثم حرك الرمح فوق الرأس وشكل نصف وقفة الحصان. يجب الانتباه لضرورة تحريك الرمح فوق الرأس. يمكننا أن نطلق على هذه الحركة اسم حركة السحابة. لن نعجع بنصف وقفة الحصان. قم بحركة الصد الأمامي فالصد الخلفي، ثم اطعن بنصف وقفة الحصان. لان نا جا. يجب أن ندور الجسم ونضع القدم اليسرى خلف الركبة اليمنى في نفس الوقت. الشق على الرجل الواحدة. ارجع الرمح بشكل مائل إلى الأعلى، افتل الجسم إلى اليمين، ثم قم بالشق على الرجل الواحدة، ثم ارجع القدم اليسرى مع طعن الرمح إلى الأعلى. حسناً، مرة أخرى. الشق على الرجل الواحدة. الوضعية النهائية، ننقل مركز ثقل الجسم إلى الساق اليسرى ونرفع الرمح، ثم ننسحب بالقدم اليمنى ونضع مقبض الرمح على الأرض مع تقريب القدمين، ثم ندفع الكفة إلى الجهة اليسرى. الوضعية النهائية. حسنا، مرة أخرى. الوضعية النهائية. الشق على الرجل الواحدة. عندما نطعن الرمح علينا أن نطعنه بخط مائل إلى الأعلى، ومن الضروري أن يبقى الجسم متوازيا عندما نضع القدم اليسرى خلف الركبة اليمنى. الوضعية النهائية. عندما نقوم بهذه الوضعية النهائية للعبة الرمح، علينا أن ننظر أولا إلى مقبض الرمح عندما نضعه على الأرض، ومن ثم ننظر إلى الكف اليسرى. دفع الرمح بانسحاب القدمين. الشق بوقفة دين. الشق بالوقفة الفارغة. فتح الرمح برفع الركبة. الطعن إلى الأسفل بوقفة القفز.
تحريك الرمح فوق الرأس بانسحاب القدم. لن نعجع بنصف وقفة الحصان. الشق على الرجل الواحدة. الوضعية النهائية. ها هي حركات الدان الرابع، لنقم بها بشكل متواصل. أعزائي المشاهدين، لقد انتهينا من تعلم جميع الحركات من الدان الأول حتى الدان الرابع من لعبة الرمح. نرجو أن تكون هذه الحلقات قد نالت إعجابكم. تذكروا أنه يجب عليكم المثابرة على تعلم هذه الحركات لكي تتمكنوا من إتقانها بشكل ممتاز. وإلى اللقاء.